اهلا وسهلا فيكم من قناه رهف 2011 كيتشن تيوب. طمنوني عنكم ان شاء الله يا رب دوم تكونوا بالف خير. اليوم الفيديو تبعنا شو راح نساوي مع بعض؟ راح نساوي مع بعض عجه بلب الكوسه. اللي ما شاف الفيديو السابق انا عملت محاشي او الكوسه السوريه، المحاشي السوريه، وقلت لكم انه اللب نحن ما بنكبه، بنعمل فيه كذا وصفه. واليوم راح اعمل عجه بلب الكوسه، تمام؟ انا رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، وكمان عندي للب الكوسه او لعجه الكوسه، لب الكوسه عندي كركم معلقه متوسطه، ملح معلقه متوسطه، كزبره يابسه معلقه متوسطه، كاري معلقه برضه متوسطه او معلقه بسط، معلقه صغيره حمض الليمون او ملح الليمون، ومعلقه صغيره من الاوريجانو، تمام. بدنا كمان برضه معلقه صغيره من الفلفل الاسود، طحين، وعندي كمان برضو هون 6 حبات من البيض مثل ما شايفين هدول، وحبتين من البصل، عود واحد من الكرفس، وحبتين من الثوم او فصين ثوم، وبدنا كمان بقدونس كتير كتير لانه هاي الاكله ما بطيبه الا البقدونس. يلا خلونا نبلش بالفيديو. اول شيء رح افقس عندي حبات البيض، هاي اخر بيضة، وراح اخفوه عندي هون، تمام. ما في مدة دقيقتين بس لحتى يختلطوا كلهم مع بعض، وراح اتركهم على جنب. وهلأ راح نفرم البصلة، فرمت البصل عندي ناعم، كمان راح اخذ حبات الثوم او فصوص الثوم، هاي فرمت الثوم ناعم، راح ناخذ هلا عندي عود الكرافس كمان، كمان برضه بنفرمه ناعم. ناخذهم كلهم ونحطهم فوق مزيج البيض، راح خليهم على جنب. شو راح نساوي بعد ما نفرم؟ عندي البقدونس نفرمهم كمان برضو ناعم تماما. في كثير ناس بترمي اعواد البقدونس، وهي اصلا او اساسا الفوائد سبحان الله باعواد البقدونس كثير متواجده فيها الفيتامينات والمعادن وهالامور، فتحاولوا ما ترموها وفرموها فرم ناعم، افضل يعني لكم لصحتكم ولجسمكم. هي فرمت عندي كل البقدونسات، راح اخذهم اغسلهم عندي هون لانه انا عندي بقدونس بعدني ما غسلته، هلا راح اغسلهم وارجع لكم. هاي غسلت البقدونسات عندي هون، حطيت تحت منهم صحن لحتى تصفي المي. رح نجيب مزيج هالبيض، ننزل فوق منه كل انواع البهارات، ورح احط معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورح ننزل لب الكوسه، يعني هيك بقدر كوبين لب كوسه، تمام، على حسب كمان انت الكميه اللي عم بتساويها. صفي عنا شو البقدونس، بسم الله. رح نبلش ننزل عندي طحين، هاي معلقة، تنتين، ثلاثة، أربعة، ورح نخفقهم، وإذا لقينا بحاجة كمان بننزل. لقيت بحاجة لمعلقة خامسة، يعني 5 معالق من الطحين فقط كافين ووافين، ورح نحركهم مع بعض. وبهذا الوقت أنا شغلت عندي زيت أبيض، حطيت بالطنجرة زيت أبيض على النار وحميته. يلا خلينا مباشرة نشوف العجة كيف رح تطلع معنا. بتجيب اي كب جاي عندك، المقاس اللي بدك اياه للعجة، بتنزلي هيك
طبعا على حسب هلا نوع الطحين اللي عندك. يمكن هلا انه حطيت 4 5 معالق طحين لقيتهم كافيين ووافين. انت مثلا الطحين اللي عندك تحتاجي اكثر كميه طحين، اوكي؟ انا ما فيني اعرف شو نوع الطحين اللي عندك، بس اذا فرط مثلا معك بالزيت عادي فينك ترجع تضيفي مثلا 3 4 معالق طحين ثانيات، بصير امورك تمام 100 100. رح قلبه للجهه الثانيه، بس تلاقيهم هيك مسكت العجه، قلبي للجهه الثانيه. شايفين ما شاء الله كيف قطعت العجه؟ ما احلاها، كثير نكهتها طيبه. نكفي مالت القطع. فينك تعملي طريقه ثانيه، تجيبي مقلايه صغيره مثل هاي المقلايه، اذا انت ما بتحبي الزيت الغزير وتحطي شويه زيت بقلبه مثل ما انا حاطه. ومثل ما شايفه عندي هون نزلت بهالمقلايه، انت بقات الحجم اللي بدك اياه بتساوي. خلينا نقلبها للجهه الثانيه يعني، وهي قلبتها هيك للجهه الثانيه، وبنتركها كمان 3 4 دقائق لحتى تستوي برضه من تحت. وهي هيك بكون خلصت العجه السوريه، وساود يعني حطيت جنب منها بندوره ونعناع وفلفل، انت شو اللي بتحبي. حتى في كتير ناس بتحب انه تاكل جنب منها لبن، شي طبيعي. تحبي بالخبزة انت اللي بتحبيه، ان شاء الله هيك صحة وهنا على قلبك. هي عملتها، شفت كيف طريقتها، انه هيك طريقة صحية اكتر شوي من المقلية. اذا في ناس بتحب انه مثلا تكون صحية اكتر، تمام. هي المقلية مثل ما شايفين بتلاقي هيك مقرمشة من برا مثل كأنه يعني بروستد نظامية، ومن جوا طرية وساتة سخنة. وهي كمان الاقراص اللي عملناه هون، تمام، مستويه من برا مثل ما شايفين، طريه من جوا. وان شاء الله صحه وهنا، وما تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل كل جديد انا بنزله من قناتي. بحبكم كتير، باي باي.